التصريحات المهمه لمستر ريني فايلر مدير فني الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، وهي تصريحات في جريده بيلك السويسريه، وتصريحات مهمه جدا في الحقيقه، واللي هو بيتكلم فيها ان هو بيتمنى طبعا عوده النشاط الرياضي في مصر، بس اهم شيء يكون في تاكد تام من سلامه جميع اللاعبين. قال ان هو مش بيشعر بالقلق او الملل اطلاقا في القاهره، الامور بتسير بشكل جيد تجاهه، ومفيش اي قلق خالص في مصر بشكل عام. في حالات، بس حالات قليلة جدا. ده كلام مستر ريني فايلر. كمان اتكلم على ان الفندق اللي هو بيقيم فيه بيتواجد بيه حوالي 400 غرفة، منهم 10 افراد بس اللي موجودين في ال 400 بشكل كامل، يعني يعتبر 10 غرف اللي بيستخدموا في الفندق كله. بيقول لك القاهرة اصبحت هادئة تماما، وبعد الساعة 7 ما بيبقاش فيه اي نشاط او اي حركة في المدينة، ويبقى فيه شبه حظر تجول. كمان اتكلم مستر ريني فايلر وقال في دول بتواجه مصير اصعب بكتير جدا من اللي موجود هنا في مصر، فواضح ان المسؤولين بيشتغلوا بشكل جيد جدا. وقال ان هو يعني في الفندق فيه صاله الالعاب البدنيه وبيستخدمها، وقال كمان ان هو قاعد على طول على الجهاز بتاعه الحاسوب المتنقل الخاص به للحديث والتواصل مع الاخرين. اتكلم عن مستقبله وعن النادي الاهلي، وده سؤال وجه لمستر فايلر من خلال جريده بيلك السويسريه، وقال ان هو عنده اجتماع يوم الاحد مع المسؤولين، وهيتم حسم بعض الامور الهامه فيما يتعلق بالفريق وفيما يتعلق بالمدير الفني نفسه خلال الفتره اللي جايه، وكمان هيشوفوا الامور هتسير بشكل عامل ازاي خلال الفتره اللي جايه بخصوص عوده النشاط الرياضي وبخصوص برامج الفريق. يعني اختتم تصريحاته مستر ريني فايلر وقال ان هو بيتمنى ان النشاط الرياضي يعود، بيعود في التصريحات يعني دي في الاتجاه ده، وقال ان هو يعني اهم شيء سلامه الجميع. قال ان ممكن ان احنا نلعب بطوله الدوري وان النشاط يعود من غير جمهور، عشان كره القدم بامكانها ان تصبح املا للجماهير في اوقاتهم الصعبه. وفي الحقيقه طبعا في حاله ملل كبيره جدا عندنا كلنا بسبب فيروس كورونا وبسبب توقف النشاط الرياضي، لكن الاهم طبعا سلامه الجميع، وده طبقا لقرارات الدوله وقرارات كلها في الحقيقه ناجحه واحترازيه ووقائيه لمواجهه فيروس كورونا. والاهلي اكيد مؤسسه كبيره في الدوله وجزء لا يتجزا من جمهوريه مصر العربيه، فلازم يتبع كل هذه الاجراءات حرصا على سلامه اعضائه وحرصا على سلامه لاعبيه وكل النشاط الرياضي داخل النادي الاهلي. مستجدات هنشوفها خلال الفتره اللي جايه باذن الله، وان شاء الله الامور والمستجدات تبقى ايجابيه في صالح عوده الحياه الطبيعيه في مصر وفي العالم كله باذن الله تعالى.